مرحبا، معكم المهندسة الزراعية أمل القيمري، الكاتبة في مجلة نكهات عائلية. معلومات زراعية جديدة بنحب دائما نوصل لكم إياها، لكن اليوم معظمنا بتغلب بالنباتات الداخلية، فعشان هيك اليوم رح نحكي بعض النصائح المهمة جدا واللي بتأمل إنه تستفيدوا منها. إحنا نباتاتنا الداخلية اللي زارعينها إحنا داخل بيوتنا هي بالأصل في بلادها نباتات خارجية، لكن إحنا جبناها عنا، عملنا لها أجواء مناسبة، يعني ممكن تكون بالنبتة أصلاً بمنطقة استوائية حارة جداً، عنا مثلاً ببلادنا برد فهي ما تأقلمت، فعشان هيك إحنا اخترنا إنها تكون داخلية. عشان هيك بدي أنا أجهز لها الجو المناسب لحتى تكون ناجحة داخل البيت. شو الأشياء المهمة اللي لازم أنا أدير بالي عليها عشان تنجح نبتة الداخلية؟ 4 شغلات مهمة عادة إحنا بنهتم فيها: الهواء، الشمس، الحرارة، والري أو المي زي ما بدكم. هلأ هاي الأشياء كتير مهمة، يمكن بالخارجي بعضها أهم، بالداخلي الحرارة ما رح نحكي عنها كتير لأنها بشكل عام بيوتنا دايماً معتدلة حرارتها، يعني إذا كانت برد أو حر إحنا دايماً بنحاول إنه يكون في بيوتنا الحرارة متساوية، فإحنا مش كتير عندنا مشاكل من هذا الموضوع. الهواء مش كتير بخوفنا، لكن في بعض النباتات أحياناً بتفضل إنه ما يكون مجرى هواء، يعني أحياناً بيكون في البيت إذا كان في مجرى هواء بدنا ندير بالنا منه. نحكي بالإضاءة، غالباً نباتاتنا الداخلية بشكل عام بتحب يكون، إذا بتسمحوا لي بالتعبير، البيت شرح، شرح إضاءة غير مباشرة، يعني يكون الغرفة فيها ضوء، لكن أكبر خطأ أني أنا أكون حاطة نبتتي مباشرة وراء الأزاز، لأنه الأزاز بصير عدسة مكثفة ممكن يحرق نباتاتي. فإذا كانت الغرفة فيها إضاءة مناسبة خلاص بنكون مطمنين، لأنه معظم النباتات الداخلية معظمها محتاجة نفس الضوء، لكن الفروقات تختلف وين؟ إنه أنا إذا عندي نبتة مزهرة زي سبيثيفيليوم أنتوريوم أوركيد، هدول نباتات داخلية بحبوا ضوء زيادة. أي نبتة مزهرة دائماً بتحب ضوء أكتر، فعشان هيك هدول بدي أكون محتاطة لهم إنه يكون الضوء بزيادة شوي. إذا كان بيتي ما في ضوء كتير، ضوء قليل، بدي أروح لنباتات ما بدها ضوء كتير زي زاميا، خنشارة، ورق صالون. هدول نباتات بعضهم قديم بس كتير سهل، فبقدر أختار هدول النباتات لحتى أحطهم ببيتي لأنه أنا ما عندي ضوء قوي. هلأ بشكل عام زي ما قلنا الضوء غير مباشر، وهيك بتكون النباتات ممتازة. نيجي للنقطة الأخيرة وأهم نقطة كتير بحب أحذركم منها وما بحب تخافوا، دايما إحنا بنحب إنه نزرع، ما بدنا نخوف من هذا الموضوع. الري، معظم نباتاتنا للأسف مشاكلها من زيادة الري، مشاكلها من عدم تنظيم الري، فنصيحتي لإلكم أول شيء نظموا الري، تاني شيء لا تسقوا كتير، وهاي قصة كتير مهمة. للأسف بنخسر نباتاتنا لأنه بنكون كتير كرمة عليها، ودايما بنقول الزايد أخو الناقص، فانتبهوا إنه ما تسقوا كتير نباتاتكم. انتبهوا لنقطة تانية، يعني كتير بسمع إنه أنا عم بسقي صح منتظمة بالوقت. أول شيء انتظموا بيوم معين، كتير حلو النباتات كتير بتكون مبسوطة إذا إحنا انتظمنا بيوم واحد، يعني أنا مثلا كل سبت أنا فاضية وبعطل بسقي نباتاتي كتير بتكون مبسوطة. الشغلة التانية، وين بصير الغلط؟ إنه أنا عم بسقي نباتاتي ومنتظمة وكل هذا الحكي لكن مش ناجحة، أو في عندها مشاكل بالري. ليه؟ لأنه القوار صغير. يعني أعطيكم مثال، أنتوا بتروحوا على المحل بتشتروا نبتتكم الداخلية بتجنن ومحطوطة بقوار صغير، ليه؟ لأنها هي مستوردة وجاية بقوار صغير عشان هي مشحونة، ما بنفع تيجي بقوار كبير. هذا القوار لو أنتوا تجربوا ترفعوا النبتة حتلاقوا القوار معبى كتير جذور، لأنه هو مو جاي عشان يعيش بنفس القوار. انتبهوا لازم تكبروا، ولما تكبروه انتبهوا للتصريف وانتبهوا للتربة اللي بنزرع فيها. دائما يعني بنصحكم تزرعوا في البيتموس أو التربة الجاهزة، أو تزرعوا يكون مخلوط بس بنسبة بيتموس عالية. هاي النقاط اللي كتير مهمة. آخر شيء بدنا ننتبه إنه
يعني بفضل نسمد لو مرة بالشهر للداخلي، بيكون ممتاز على أساس يعني يكون أي احتياج للنبتة يكون موجود، يعني موجود السماد لإلها، والسماد موجود بكل الأسواق، سماد مركب نيتروجين فوسفور بوتاسيوم، بيحتوي على هدول الثلاث عناصر اللي بيدعموا كل أجزاء النبتة. هلا الملخص للأشياء المهمة لكل حدا بده يزرع نباتات داخلية، تابعونا دايما لمعلومات زراعية جديدة، ودايما بحب تزرعوا كتير، العرق الأخضر إشي حلو. يعطيكم ألف عافية.